اهلا ومرحبا بكم في جوزيف فيديو جديد من هانتونيا. فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى، النهارده جبت لكم معايا ابلكيشن جامده جدا 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 هتعجبكم قوي، بتاعه بيبي ودينا الجزء التاني. وهنعمل بقى ايه؟ سباقات الحصانه بالحصان اللي هو اسمه اريو. واو، ده شكله هيكون سباق جامد جدا جدا جدا. كنت جربتها قبل كده الابلكيشن دي على كاونتر العاب الاطفال. عايزين انتوا تشوفوا الاجزاء التانية بتاعه بيبي ودينا. اوكي، دلوقتي بقى هننقي السباق وهننقي الحصانة. اوكي، بعد كده بقى هنشوف نقدر ان احنا بقى ايه، يا اما هننقي سباق عادي يا اما هننقي سباق النط. اوكي، بص بقى، ده هننقيه سباق النط. بصوا، ده الكايزة بتاعتي اللي هو الكاس عشان عايزة ان انا اجيبه. واو، هننقي بقى اول حاجة هو السباق. بصوا الحصان اهو، هنقي بقى السرج بتاعه. بص بقى اهو، ابتدي بقى ان هو يجري، لونه بقى ايه؟ اسود اهو. الله، ده بيجري بسرعة اوي. واو، بص عمال بيجري اهو، وعماله بقى نط الحواجز. وطلعت بقى دلوقتي على الايه، على الشجر. انا دلوقتي انا اللي كسبان، انا في المرتبه الاولى. هنط بقى، بص لسه هحاول. ايوه بقى، وشفت الرشاقه بتاعتي، بنط جامد ازاي. هنط بقى الحاجز التاني كده. واو، كده بقى اكون خلصت السباق. الله، ده كده الجزء الاول من السباق. كنت عامله المركز الاول، الناس كلهم بقى ورا. هنكمل بقى الايه، الجزء التاني بتاع الحواجز. ايه ده، يا خساره. بص عماله اتخبط، فده بيبطئه. بعدين هم جاي نط بقى. ايه، شفتوا؟ ما حصليش اي حاجه، وعارفه ان انا اجري بسرعه. الحصان بقى اهو، بصوا واقف بقى كده خالص وعمال بيجري. هو الشجر الحشيش بالنسبة له مشكلة اهو. كده بقى وقفت هنا. بص هنط برضه الحواجز بقى دي. واو، شفتوا؟ ولسه بقى عمالة بنط الحواجز. ايه، واكون بقى كده كسبت. اوه، كانت صعبة، طلعت كده المركز اللي الاول. واو، ايه، يبقى انا كده كسبت بقى ومبسوطة جدا، سوبر وده فايتر يكون جيت. اول سباق ليا. لسه بقى هنكمل كذا سباق تاني. ايتابة 2. اهو هنقي برضو بقى السرج اللون بتاعه. 3 2 1 هو قاعد بس. عمال بيجري. هي عمالة برضو بقى بنط. واو، شفتوا؟ بجري بقى بسرعة بنط الحواجز. انا كده برضو لسه في المركز الاول، بس مش عارفة حصل لي ايه. استنى بقى، هنط هنا كويس اهو. واو، شفتوا؟ هو كده بقى عمال اجري. انا يعني الحصان تعب مني خالص عشان دخلت في كذا منط. بصوا يعني غلط. بصوا، بس
واو شفت يعني بسيط بقى خالص. مش عارفة المرة دي انا هطلع رقم كام الصراحة، عشان دخلت في عجازات كتير. سوبر ايه كلاسيك. ده، برضه طلعت المركز الاول. واو انا كده كسبت الاتنين سباق، فاضل لي بقى Auf zum اخر nächsten Rennen. سبق عشان اخد الايه، Etappe الكاس. 3. Ab geht's. الله شفتوا، بجري بقى السباق ايه لقيته. ايه ده، الناس هيكسبوني بقى كده. عمال احاول ان انا اجري، مش عارفة. ونطيت بقى الايه العكاز. الله الله، شفت بقى شكلها جامد ازاي. الابليكيشن الفظيعة دي عجبتني جدا اهو. انا كده بقى قربت اكسب اخر ايه ده، النص بتاع السباق، فاضل لي بقى اخر جزء. اهو شفت بقى نطيت كتير ازاي. عمالة بقى اجري اهو. الله شفت بقى عمالة بنط، ووصلت بقى. بص هوصل بقى لاخر السباق اهو، ماشية بسرعة جدا. ايه، وبكده برضو اكون كسبت المركز الاول، وبكده اكون عملت الثلاث سباقات المركز الاول. وهاخد بقى Auf واخدت geht's. دلوقتي Hol dir الايه deinen Preis ab. بتاع الجولد. Wow, du hast das الله Springreiten خدت gewonnen. الايه الكاس الجولد. واو الذهبي. الله انا عجباني جدا جدا جدا. Ausdauer, ده الايه الليفل Schnelligkeit, الاول. Sprungkraft. Vergib einen Stern und اللعبة verbessere دي dich. فظيعة جدا، بتاعت بيبي وتينا، بتاعت الحصانة والسبايات. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا جدا. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز قوليلي في الكومنتات ايه رأيكم في اللعبة الفظيعة دي، وبليز منسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات رعاية الأطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.